حياكم الله في مهرجان زايد تراثي. المهرجان وايد حلو كأول يوم، الناس وايد مستمتعة والكل مستانس، وفي وايد منظمين ومتطوعين جزاهم الله خير ما قصروا ويعطيهم العافية. والمهرجان صراحة وايد حلو ونتمنى الكل يشرفنا ويزورنا. صراحة كل مكان، كل فرع، مثلا حضرت الأردن، تركيا، عندهم منظمين قدموا رقصات حق الجمهور. الكل مستمتع والكل مستانس يعني عليها، والأكلات التراثية اللي قدموها وبيضوا ويهنا ويعطيهم العافية.